السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الحيوانات والطيور. النهاردة هنتكلم عن طائر جميل أو حيوان، وهو النعامة. النعامة من دلالاتها كلها محمودة بفضل الله تبارك وتعالى. من دلالات النعامة المال، ومن دلالات النعامة المرأة الصالحة، من دلالات النعامة الخير، من دلالات النعامة الأمل، من دلالات النعامة الصمود، من دلالات النعامة الذكور من الأولاد، من دلالات النعامة الزواج. قبل ما ندخل على كل شخص على حدة، عايز أتكلم عن ملاحقة النعامة لك في المنام. لو شفت إن في نعامة بتجري وراك، دي بشارة، هي يعني سبحان الله هي شر، ولكن تنبيه ان انت بتاخذ قرار سريع في مشكلة انت تمر بها، وهذا القرار خاطئ لا تتخذه. طيب لو انت بقى اللي بتجري ولا النعامة، دي رؤية سيئة للرأي على حسب المشكلة. المشكلة اللي انت بتمر بها، لو ان المشكلة دي كبيرة، سبحان الله لو شفت ان انت بتجري ورا النعامة، المشكلة دي هيصعب حلها، او الناس مثلا يكونوا حاقدين هينالوا منك، على حسب المشكلة. فكون ان انت بتجري ورا النعامة دي مشكلة، ان انت سبحان الله المشكلة اللي انت فيها يصعب حلها. اما لو ان النعامة هي اللي بتجري وراك، انت راجل بتاخد قرار خاطئ وسريع، والاصل ان انت تراجع نفسك فيه. بالنسبة للعزباء، العزباء رؤيتها للنعامة تدل على القهر والظلم. هذه البنت تشعر بظلم وبقهر، سواء من الأقارب أو من الأهل أو من الأصحاب أو من الزملاء في العمل، وإن شاء الله رؤيتها هيزول هذا الظلم إن شاء الله. لو رأت البنت العزباء بأنها شافت أو رأت النعامة تجري بسرعة، يدل على القوة والإصرار والعزيمة لهذه البنت، أنها صاحبة شخصية عندها إصرار وقوة وعزيمة. رؤيتها للنعامة بحجم كبير تدل على عزة النفس والكرامة. طب ندخل على المرأة المتزوجة، رؤيتها للنعامة تدل على المال الكثير، وقيل حمل في الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن بعض المفسرين قالوا الحمل ده مش هيجي إلا إذا شافت النعامة تأكل في بيتها. يعني بعض المفسرين قالوا لمجرد أنها تشوف النعامة ممكن يبقى مال كثير وخير، وممكن يبقى حمل. لكن بعض المفسرين خصصوا لو شافت النعامة بتأكل في بيتها، دي تدل على حمل في الطريق للمرأة المتزوجة. بيض النعام يفقس حمل ويكون ذكر إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بالنسبة للمرأة الحامل، لو ان المرأة الحامل شافت النعامة تدل على مصاعب ومتاعب في الحمل التي هي فيه، ولكن سبحان الله سيمر بخير في النهاية. بعض المشاكل ممكن تحصل للحمل طالما شافت النعامة، لكن هذه المشاكل ستزول ان شاء الله. قيل رؤية النعامة بالنسبة للمرأة الحامل مولود بنت. أما النعامة لو كانت لونها أبيض فهو ذكر، أو مولود ذكر لو رأت بيض النعامة. خلاص كده، ده بالنسبة للمرأة الحامل. بالنسبة للرجل، الرجل لما يشوف النعامة مجرد رؤيتها يدل على الرزق وطول العمر، فهي رؤية محمودة. حملها ارتكاب معاصي ومع شديد الأسف، كسر بيض النعامة أن هذا الرجل سيؤذي زوجته ومع شديد الأسف. بالنسبة للشاب، الشاب لو شاف النعامة تدل على صحة جيدة له، يبقى الشاب لو شاف النعامة في المنام دي تدل على صحة جيدة، إن صحته كويسة. طيب لو كان في ضيق وشاف النعامة، ستفتح عليه أبواب رزق وسيأتيه مال إن شاء الله تبارك وتعالى. يبقى دي بترجع للحالة اللي هو عايش فيها، عايش عادي ومعندوش ضيقة مالية ولا أي حاجة، يبقى لما يشوف النعامة دي صحة جيدة.
بيمر بضيقة مالية وشاف النعامة، الضيقة المالية دي هتعدي وهتزول وهيفتح عليه أبواب فيه رزق إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال بعض المفسرين إن رؤية النعامة بالنسبة للشاب سفر أو نجاح في العمل، سواء إذا كان طالب أو موظف، نجاح في العمل عموما. طب بالنسبة للحم النعام، أنت شفت في المنام لحم النعام، رؤية لحم النعام أو أكله رزق وفير للكل. يبقى لأي حد رؤية لحم النعام أو أكله رزق وفير للكل. الأسود من النعام، أسود اللون، كثرة الحاقدين للكل. أي حد يشوف النعامة لونها أسود، كثرة الحاقدين حواليك، وقيل هم وحزن. ريش النعام في المنام للكل يدل على صلاح حال الرائي، دي بشرة من الله سبحانه وتعالى إن أنت حالك كويس. أما الأبيض خير كثير وطول عمر. طيب لما نيجي نشوف ذبح النعام، أنت شفت في المنام إن أنت بتذبح النعام أو أنت كذلك، فهذا خير كثير بالنسبة للرائي. ركوب النعام في المنام يدل على امتلاك وسيلة نقل، يعني ممكن تبقى سيارة، أنت إنسان مثلا نفسك يكون عندك سيارة، فشفت إن أنت راكب النعامة، فأبشر الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك وتمتلك سيارة. وقيل ركوب النعام سفر، وقيل زواج لمن لم يتزوج، وقيل مال للمتزوجين. هذا كل ما يخص النعامة في المنام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.